ان انت يعني في كلامك عايز توصل. اعترف هو على الهواء ان قوه احمد رفعت. لا بص بص يا محمد بيه، انا تعليقي، اديني فرصه بس ثانيه واحده. انا تعليقي على كلام حضرتك ان كلامك عايز توصل ان الحكام ضد الفريق، فانا حبيت بس اوضح انه دي مش حقيقه، لانه حسب ضربتين جزاء للمصري وطرد لاعب من الزمالك، اذا هو ما عندوش النيه، لكن هو خطا، هو خطا شخص. انا بتكلم مع كابتن محمود البنا، محمود الكابتن محمود البنا من حكام الصفا، من افضل حكام صحيح الكره المصريه بمنتهى الامانه. صحيح. انا بلوم على اللي قاعد على الفار فوق يا كابتن بتحب. بس هو راح شافها، وراح شافها، هو راح شافها عشان هو قال له في، هو قال له في لمسه يد. هو نده له قال له في لمسه يد. كلامك صح، كلامك صح، كلامك صح. هو جاي، هو كابتن محمود جاي يبص هي لمسه يد ولا مش لمسه يد. لا بس لازم يشوف اللعب على بعضيها برضه. فهو في وقت ضيق، هو الاصول اللي قاعد على الفار هو اللي يشوف، هو اللي قاعد وقاعد في التكييف يا كابتن مدحت، وقاعد هو الثاني في الملعب، الثاني الوضع صعب. لكن انا بقول لحضرتك، انا احنا النهارده، انا بقول لك لما طلعت وانا بقول لك اهو كوره احمد رفعت تستحق الطرد، مفيش مشكله خالص. لا هم كمان قالوا لي دلوقتي ان قال انه الفار عرض له لمسه اليد، ما عرضلوش اللعبه كلها. بالظبط يا كابتن، كلامك صح، كلامك صح. بالظبط كده يا كابتن مدحت. طب احنا معانا برضو الكابتن احمد الشناوي، خليك معايا كده يا كابتن. يا كابتن احمد مساء الانوار. يا مساء الانوار يا كابتن مدحت. يا رب يخليك. دلوقتي انت رايك ايه في اللعبه محل الحوار دي؟ هو طبعا يعني كل القرارات التحكيميه كانت يعني على المستوى المباراه في ركله الجزاء الاخيره. لان هناك هي طبعا هي لعبه مركبه، لان هناك ركله جزاء مستحقه على لمسه اليد، ولكن يسبقها مخالفه. ايوه مخالفه من لاعب الزمالك وهي اهداف لاعب المصري. وكان من المفترض على الـ على الـ على الفار ان يقدم له، يقول له في ركله جزاء وفي فاول وبيشيك عليهم البنا. الاجراءات دي اللي انا بقولها لك المفترض تتم. ايوه وكان طالما هو البنا راح بس شاف ان في ركله جزاء وشاف في دفع، بيخش ويكلم كابتن الفرقه وكابتن الفرقه، كان ليكوا ركله جزاء بس عليكوا فاول من انت في فاول قبل منها، ويستأنف بالفاول اللي هو على. طب ما عملش كده ليه؟ ما اعرفش. طب هل اللقطه بتاعت الفار اللي اتعادت ما عرضوش الفار وعرضوا لمسه اليد؟ يبقى هنا خطا الفار يعني مراجعه الفار لما خرج بره يشوف البنا ووراه له لمسه اليد. اهي بص ويوريك اللي هو الفار تشيك جايب لك اللمسه اليد. صح قدامنا. جاب اللي جاب دي، بس ما جابش الدفع اللي كمل لاعب الزمالك للاعب المصري. ده اللي يعني هو ده اللي حصل يعني بكل بساطه. لكن بنعتبرها غلطه فار يعني. بص يا كابتن مدحت، انا عايز اقول حاجه بس عشان الناس يعني ما تاخدش المواضيع. الفار مش عياني الاخطاء التحكيميه. ليه؟ اللي قاعد على الفار بني ادم ولا روبوت يعني؟ بس قاعد يعني يا كابتن في اوضه. أيوة في التكييف. أيا كان، أيا كان لازم يبقى مركز في الحاجات الصعبه دي. سؤال يعني. سؤال يا كابتن مدحت، هو البني ادم دايما بيقول لك مش معصوم من الخطا. لا لا، وبتحصل في اوروبا في كل حته. بس فين بقى امبارح برضه ماتش بتاع توتنهام وليستر سيتي؟ الكرة جت في الايد ما جتش في الايد، والفار ناداله وهي ما جتش في الايد وجت في حصل جدل كبير. صحيح. يعني اذا الموضوع مش محتاج ان احنا يعني نقول بقى الفار وده وده. لا لازم نوضح بقى وبعدين نقول خطا بشري، لكن من المؤكد انه لا توجد نيه، هو ده المؤكد. بس هو وهنا دايما الانجليز يقولوا يعني طالما ما فيش التعمد يو هاف تو ريسبكت، يعني لازم تحترم الخطا البشري. صحيح. طالما ما فيش التعمد. صحيح صحيح. بشكرك كابتن احمد، بشكرك.